بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يبنى عليه هذا الدين، ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاماً يدعو إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال لقريش لما اجتمعوا إليه عند الصفا، قال لهم: ألا أدلكم على كلمة تملكون بها العرب وتؤدي إليكم أهل الأديان الأخرى الجزية؟ قالوا: بلى. قال: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فهذه العقيدة هي معنى هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كل معبود سواه فهو معبود بالباطل. هذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليها. ولهذا السور المكية كلها في هذه العقيدة، كلها في التوحيد. السور المكية، فهذا يدل على أن العقيدة هي الأساس، أنه لا فائدة من الدعوة إلى الله بدون البداية بالعقيدة. الذين يدعون إلى الله ولا يبدأون بالعقيدة ولا يهتمون بها، دعوتهم فاشلة ولم تنتج شيئاً. أما الذين دعوا إلى هذه العقيدة ونشروها وبينوها، فهؤلاء هم الذين أفادوا العباد والبلاد. انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما تبنى هذه العقيدة ودعا إليها وبينها وقررها وألف فيها، وتلميذه الإمام ابن القيم أيضا لما تلاه على هذا المنهج، وكذلك بقية تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم لما بنوا على هذا الأساس وأصلوا دعوتهم عليه نجحت دعوتهم والحمد لله، وأفادت وأثمرت كتباً كثيرة معلومة بأيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذه العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه سائر الدين وسائر العبادات. فعمل بدون عقيدة هذا عمل ضائع وباطل، ودعوة بدون العقيدة دعوة فاشلة لا ثمرة فيها. فهذه العقيدة هي أساس دين المسلمين، ويجب على الدعاة وعلى العلماء وعلى المدرسين أن يهتموا بهذه العقيدة الصحيحة ويبينوها للناس.
في المدارس، في المساجد، في المجالس، لأجل أن تنتشر، ولأجل أن تعرف، ولأجل أن تدحض العقائد الباطلة والدعوات المخالفة لها. فهذه العقيدة هي أساس هذا الدين. السور المكية كلها في هذه العقيدة وتأسيس هذه العقيدة. ثم بعد ذلك لما ترسخت العقيدة تنزلت الأحكام الفقهية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم والسنة النبوية. فهذه العقيدة وكتب هذه العقيدة هي التي يبنى عليها كل أمور الدين، وكل دعوة لا تبنى على هذه العقيدة ولا تدعو إليها فإنها دعوة لا وجودها كعدمها. هناك دعوات لها مناهج، هناك دعوات لها مبادئ، لكن لا يوجد اهتمام بالعقيدة على منهج السلف الصالح، على منهج الكتاب والسنة، إلا ما شاء الله، وقليل ما هم الذين يهتمون بها ويبينونها للناس. هذه العقيدة في هذه البلاد ولله الحمد مترسخة، تدرس في المدارس من الابتدائي إلى الدراسات العليا، وهي تدرس كتبها وتشرح وتبين، كذلك في المساجد، كذلك في مجالس أهل العلم. فلذلك تمتاز هذه البلاد ولله الحمد على غيرها من البلاد الأخرى بهذه الميزة. ولا نقلل من إخواننا في البلاد الأخرى، فيها من يدعو إلى الله، فيها من يدعو إلى العقيدة، ولكن هذه جهود فردية. أما هنا فهذا جهد للدولة، وفقها الله ولعلمائها ولمتعلميها، يهتمون بهذه العقيدة ويبينونها ويعلنونها في المدارس، في المعاهد، في الكليات، في وسائل الإعلام، في إذاعة القرآن، الإذاعة العامة، وفي التلفزيون، وفي هذا مما ساعد على نشر هذه العقيدة واستفادة الناس منها. فهي عقيدة أصيلة مبنية على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي العقيدة الراسخة والعقيدة الثابتة والعقيدة المفيدة. فيجب الاهتمام بها والعناية بها وتذاكرها والتذكير بها، نشرها بطباعة كتبها وتحقيق كتبها، كل هذا مما يجب على المسلمين عموماً وعلى هذه البلاد القائدة للمسلمين خصوصاً. فالعقيدة هي أساس الدين، وهي قاعدة الملة، وهي أول ما يسأل عنه العبد إذا وضع في قبره. يقول له الملائكة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه العقيدة لا بد أن يعرفها حتى يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذي يدعي الإسلام ولا يهتم بهذه العقيدة ولا يرفع بها رأساً، هذا إذا سئل في قبره من ربك يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت،
من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يقول ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب والعياذ بالله بمرزبة من حديد يصيح بها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات. هذه النتيجة، نتيجة الجهل بالعقيدة وعدم العناية بها وعدم دراستها. والعقيدة هي الأساس، إذا ضيعت الأساس كيف تبني هذا الدين؟ تبنيه على جرف انهار؟ لا يصلح هذا في دين المسلمين. فالعقيدة أمرها مهم جدا، ولهذا اهتم بها علماء هذه البلاد خصوصا، وعلماء المسلمين عموما قديما وحديثا. لأن بعض الناس يقولون أن الناس مسلمون وبس، مسلمون، لو تسألهم عن الإسلام ما هو الإسلام؟ يقولون أنا مسلم وبس. إيه ما معنى الإسلام؟ ما يدري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الراية يوم خيبر، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة اليهود، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم، شوف انتبهوا، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما هو إسلام بس، إسلام وما يأمل الذي يجب في الإسلام، ما هي أحكامه، لازم تبين للناس، توضح وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. كثير من الدعاة لو يدعو إلى الإسلام لكن لو تسأله ما معنى الإسلام ما يستطيع يفسر التفسير الصحيح، وهذا للجهل بهذه العقيدة. كيف يدعو إلى شيء وهو يجهله ولا يعرفه؟ يجب على الداعية أن يتأهل أولاً، يتأهل وأول شيء بأمر العقيدة، يتأهل بذلك حتى يستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة، كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، على علم وعلى معرفة، لا سيما بالعقيدة، أمر العقيدة التي هي أساس هذا الدين، وهي التي يجب أن يبدأ بها في الدعوة إلى الله كما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بدأ بها الدعاة المخلصون من بعده. أول ما يبدأون بالعقيدة وبيانها للناس، توضيحها للناس، حتى العوام يلقنون هذه العقيدة بمختصر يلقنون إياه ويحفظونه حتى يكونون على علم من عقيدتهم. ومن أراد أن يتزود ويتوسع، كتب العقيدة والحمد لله كثيرة ومبسطة، والحمد لله هذه العقيدة مخدومة ولله الحمد، لكن تحتاج إلى حملة، تحتاج إلى من يتعلمها، تحتاج إلى من يدعو إليها على بصيرة، تحتاج إلى من يبينها للناس، لأنها هي أساس الدين وأساس الملة، وهي أول ما يسأل عنه العبد في قبره من ربك. إذا كان ما عنده علم بالعقيدة كيف يجيب؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مقلد فقط، وهو لا يعتقد ولا يدري. فالواجب علينا أن نتنبه لأمر هذه العقيدة، أن نلقنها لأولادنا ومن تحت أيدينا، أن يدرسها العلماء في المساجد وفي المدارس وفي المجالس،
وفي كل فرصة تسنح يدعون إليها ويبينونها للناس حتى يكون الناس على بصيرة من أمر دينهم وعلى أساس قوي ومتين من أمر دينهم. إن العقيدة هي أمر مهم جدا ومهم جدا، فلا يتساهل بها ولا بتعليمها وبيانها للناس، لأنها هي التي يبنى عليها هذا الدين، وهي التي أول ما يسأل عنها العبد في قبره، أول ما يوضع في قبره يقولون من ربك؟ هذه العقيدة. وما دينك ومن نبيك؟ هذه العقيدة. فلنكن على معرفة بهذه العقيدة، ويكون عندنا اهتمام بهذه العقيدة تعلما وتعليما ودعوة وتاليفا وبيانا وتوضيحا لهذه العقيدة التي هي أساس ديننا، والتي نسأل عنها أول ما نوضع في قبورنا. نسأل ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالواجب علينا جميعا أن نهتم بعقيدتنا، ولا يكتفي الإنسان بيقول أنا مسلم وبس. مسلم وش أساس الإسلام؟ وش قاعدة الإسلام؟ إيش بنيت إسلامك عليه؟ لا بد من هذا الأمر، لا بد. ولهذا الحمد لله في هذه البلاد، ومنذ قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدعوة إلى الله، أول ما ألف كتاب التوحيد، أول ما ألف كتاب التوحيد ألفه وهو في العراق يتعلم على شيخه في العراق، ألف كتاب التوحيد كما ذكر ذلك من ترجم له. فأول ما بدأ تألف كتاب التوحيد، لأنه مهم جدا، لأنه أساس لهذا الدين. ولهذا نجحت دعوته والحمد لله، وفادت وعاش عليها أمم يرجع أجرهم إلى هذا الشيخ وهذا الإمام الذي بيّن لهم هذه العقيدة. وأنتم إن شاء الله على هذا النمط وعلى هذا المنهج تهتمون بالعقيدة وتدعون إليها وتبينون أهميتها للناس، تشرحونها للناس، توضحونها للناس. هكذا يكون النصح، وهكذا يكون الدين، وهكذا تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ الجليل على هذا اللقاء المبارك وعلى هذه الكلمات التي أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ويجعلها في ميزان حسناته. وأستأذن معالي الشيخ في عرض بعض الأسئلة المتعلقة بما يتعلق بموضوع منهجية الاستفادة من كتب العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد السائلين من طلبة العلم الذين حضروا هذه الدورة، يقول ما هي أهم كتب العقيدة التي يبتدئ بها طالب العلم في بداية طلبه للعلم؟ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا في توحيد العبادة. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وهذه شاملة لكل أبواب العقيدة. والعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، ثم شروح هذه العقائد، شرح الطحاوية، شرح كتاب التوحيد، شرح العقيدة الواسطية، لأجل أن يستفيد الإنسان ويفيد
ولأجل أن يكون على بصيرة من أمره. الأمر ليس بالأمر السهل، الأمر أمامنا سؤال وجواب. حينما نوضع في القبر أمامنا سؤال وجواب، كيف نجيب؟ يجب أن نهتم بهذا وأن نستعد لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لا بد من حفظ كتب العقيدة، أم يكفي أن الإنسان يطلع عليها ويقرأها؟ ما يكفي يطلع عليها ويقرأها، لا بد أن يحفظها ويقرأها على العلماء، والعلماء يشرحونها له ويبينونها له. ما هي مثل الجرائد تطالع مثل ما تطالع جريدة، لا، لا بد أنك تحفظها، لا بد أنك تقرأها على عالم بصير بالعقيدة يشرحها لك ويبينها لك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لا بد لي في بداية الطلب أن أحفظ كتب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، أم أكتفي بقراءتها متكررة؟ يا أخي، ما لا بد من مدرس يعرف هذه العقيدة وهذه الكتب. أول شيء تضمن المدرس الذي يعرف هذه الكتب ويستطيع أن يشرحها ويبينها، ثم تحفظها وتقرأها عليه وتطالع شروحها أيضاً حتى تترسخ في ذهنك وفي ذاكرتك. ما هو لأجل الدنيا أو لأجل الراتب أو لأجل المكافأة، لا، لأجل ما أمامك من المخاطر التي لا تنجو منها إلا بتوفيق الله ثم بهذه العقيدة الصحيحة. أمامك سؤال وجواب، وله بل يسألك مدرس، اللي يسألك ملك من الملائكة، تسألك الملائكة، فاستعد لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من الإخوة الذي يتابعون هذه اللقاءات عن طريق الموقع يسأل يقول: ما الدليل على التقسيم الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بالتوحيد؟ تقسيم؟ ممكن أقصد توحيد الألوهية. نعم، هذا من القرآن. كل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فهذا توحيد الربوبية، وكل الأفعال التي وكل الآيات التي كل الآيات التي تأمر بعبادة الله وتأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج كلها في توحيد الألوهية. كل الآيات التي تدل على أسماء الله وصفاته وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وعن النقائص والعيوب هذا توحيد الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا من الأخوة الذين يتابعون عن طريق الموقع يقول: ما تفسير قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ نعم، العقيدة واحدة، عقيدة الرسل واحدة، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذه عقيدة الرسل كلهم. وأما فروع المسائل والمعاملات وأمور التعامل بين الناس فهذا كل نبي كل رسول له شريعة تليق بأمته تليق بوقته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك قائل يقول إن دعوة التوحيد في بلاد التوحيد غير لازمة لأن الناس يعرفون التوحيد بل يحتاجون إلى تعلم بقية أمور الأحكام الشرعية. هذا لو سألته ما هو التوحيد ما أجابك ولا استطاع. هل يقول كل الناس يعرفون التوحيد؟ لو نسأله عن معنى التوحيد وتفاصيله ما استطاع يجيب.
لابد من التعلم. الدعوة ما الدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. نعم، لابد من التعلم، لابد من المعرفة، لابد من التلقي عن العلماء. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سنكتفي بقراءة الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة، لكن هذا تكرر هذا السؤال، يقول: أنا إمام مسجد وهداني الله لطلب العلم مع محافظتي على إمامة المصلين. يقول: أنا إمام لمسجد وهداني الله عز وجل لطلب العلم مع محافظتي على إمامة المصلين، فهل أستطيع أن أنيب عني من يقوم بالصلاة للذهاب لطلب العلم والدراسة على أيدي العلماء؟ إذا كان يعني ذهابك قليل ما هو كثير، وتغيبك ما هو كثير، وأن تجد من ينوب عنك ويقوم بالواجب، فلا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن في بلاد يكثر فيها البدع ولا نستطيع أن نظهر كتب التوحيد، فهل نستطيع أن نقوم بالدعوة إلى الله عز وجل دون أن نبتدئ هؤلاء القوم بالدعوة للتوحيد لأنهم ينفرون من ذلك؟ نعم، علموهم التوحيد علشان ما ينفرون، لأن من جهل شيئا عاداه، ما نفروا منه إلا لأنهم يجهلونه، فعلموهم إياه بالطريقة السهلة الميسرة مع حسن الخلق معهم وتلقي يعني مشكلاتهم والجواب عنها، سايروهم مسايرة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يبتدئ طالب العلم بالحفظ في أول طلبه للعلم أم بالاهتمام بالفهم؟ كيف يفهمه لا يحفظ؟ لابد من الحفظ أولاً ثم الفهم. يفهم شيء ما حفظه؟ ما هو ممكن هذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي يلزم لطالب العلم أن يبدأ بحفظها بعد كتاب الله عز وجل؟ كثيرة والحمد لله، هي كثيرة، والكتب التي تدرس عندنا في المدارس وفي المساجد هي الكتب التي يعتنى بها، فعليك أن تتبعها وتعرفها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي نصيحتكم للدعاة إلى الله عز وجل الذين يقدمون على دعوة التوحيد بيان الأحكام الشرعية للناس؟ ما هي هذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الرسل أول ما يبدأون بالتوحيد، كل رسول يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يبدأ بهذا، بالدعوة إلى التوحيد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد، فأقام في مكة 13 عاماً يدعو إلى التوحيد. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: هل كتب السلف التي تحدثت عن الفرق عن الفرق الضالة، هل يصح لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيها أم ينتظر حتى يتمكن من كتب العقيدة الأساسية؟ لا، يقرأ في كتب الخلاف وكتب حتى تثبت عنده العقيدة بأصولها ومناهجها، ثم بعد ذلك إذا صار عندي زيادة وقت يطلع على الأمور الأخرى. نعم، يوسع ثقافته، يوسع اطلاعه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لطالب العلم أن ينظر إلى الكتب الخلافية في مسائل الفقه؟ نعم، يقول: هل يصح لطالب العلم أن يقرأ الكتب الخلافية في مسائل الفقه؟ تدرج، يبدأ يترك الكتب الخلافية في أوله، يأخذ كتاب على قول واحد في المذهب أو رواية واحدة في المذهب، ثم يتدرج ويتوسع شيئا فشيئا. أما أن أول ما يبدأ في كتب الخلاف هذا يضيع ولا يحصل بنتيجة، يتشتت ذهنه. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: أنا طالب علم وابتدأت بطلب العلم منذ فترة، لكني أجد صعوبة في فهم كتب العقيدة.
ما في شك فيها صعوبة، ولكن تصبر على هذا وتسأل وتجالس العلماء حتى ينفتح لك باب العلم إن شاء الله. ما أن الشيء يحصل بدون جهد وبدون سبب وبدون نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الذي ينبغي علي وأنا أطلب العلم بين القيام بواجباتي وبين أن أقوم بطلب العلم؟ يعني يقصد واجباته العمل يعني. يجعل وقت لطلب العلم ويجعل وقت لعمله، ولا يتزاحم هذا مع هذا، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا في بلد تدرس فيه كتب الأشاعرة في جامعاتها وفي مدارسها، فكيف لي أن أقوم بطلب العلم وأنا أدرس بين هذه الجامعات؟ عندك العلماء تدرس عليهم، ادرس بالجامعات لا بأس، واطلع لا بأس، لكن العقيدة الصحيحة تلقاها عن العلماء وعن كتب السلف الصالح، وهذا ميسور وميسر ولله الحمد. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أحبك في الله، ما هي أهم الكتب التي تنصح بها في طلب العلم لطالب العلم فيما يتعلق في الرد على أهل البدع في مسائل المتعلقة بالعقيدة؟ هذا يرجع إلى المدرس الذي أنت تدرس عنده، هو اللي يوجهك إلى الكتب المناسبة ليشرحها لك ويبينها لك. نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: هل هناك ما يسمى بتوحيد الحاكمية؟ لا، ما في كتب، جميع كتب العقيدة عندنا ما فيها توحيد الحاكمية. دوروا وابحثوا عنه، ما فيها. الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية، داخلة في توحيد الألوهية، كيف تفصل وتخلى وحدها؟ نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم دخول طالب العلم في المواقع التي تذكر مسائل الخلاف والاختلاف بين العلماء؟ لا يدخل فيها، لأنها تشوش عليه وتحدث عنده شيء من الارتباك، فلا يطلع عليها، يقتصر على قراءة الكتب وعلى مجالس أهل العلم وعلى السؤال والجواب من أهل العلم. هذا اللي بيتعلم عقيدته ويتعلم أمور دينه، ما يأخذ دينه عن المواقع وعن هذه الأشياء التي ذكرها، هذه فيها ضلال وفيها كثير من الأقوال الباطلة، وفيها خليط، وفيها ناس يدخلونها أيضاً مشبوهون، لا يتخذ هذه وسيلة للتعلم. نعم. ولا يأخذ دينه عن المواقع هذه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سؤال من الأخوات تقول: هل لي أن أحفظ كتب العقيدة المختصرة دون الرجوع إلى العلماء لأنني لا أستطيع حضور الدروس العلمية في المساجد؟ ما يكفي الحفظ ولا تفهم المحفوظ إلا بالعلماء، لازم يشرحونه، تستمع لشرحه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب علم ابتدأت بطلب العلم ثم توقفت ثم عدت بعد ذلك، ولكني أجد صعوبة في الجلوس للاستفادة من العلماء، فهل أكتفي بسماع الأشرطة؟ لا، الأشرطة ما هو بتعلم، الأشرطة فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، وفيها شيء ما تفهمه يمكن كثير، ما هو بالتعلم يؤخذ من الأشرطة، يؤخذ عن العلماء. الأشرطة يستفاد منها لكن لا يعتمد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن أهل السنة هم المشبهة لأنهم يقولون بتحقيق أو بالقول بالأسماء والصفات على حقيقتها؟ هذا هو المشبه، أما أهل السنة فهم بريئون من التشبيه، لأنهم يقولون بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، ما الذي ينبغي علينا في أوقات الفتن وكثرة الخلافات وأنا في بداية الطلب؟ لا تطلع على الخلافات،
خلك مع مبادئ العلم على قول واحد شيئا فشيئا، والفتن تجنب المواقع التي فيها فتن تجنبها، أو المجالس التي فيها فتن، أو القرناء الذين يفتنونك عن دينك، تجنب هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول لا إله إلا الله في تفسير أهل السنة والجماعة؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها الصحيح. نعم. يقول: هل تشملها الربوبية؟ الربوبية داخلة في الألوهية. يقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى تفسير قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله؟ نعم، يقرون بتوحيد الربوبية، المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما خالفوا في توحيد الألوهية فعبدوا الأصنام والأشجار والأحجار، وهم يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فهذا من تناقضهم. نعم. هل طلب العلم يعتبر من العوامل المثبتة على الحق؟ بلا شك، طلب العلم، طلب العلم الصحيح من أهل العلم، إنه هو السبيل الصحيح لمعرفة هذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. على الشيخ هذا السائل يقول: ما هي أفضل شروح كتاب التوحيد وكتاب العقيدة الواسطية؟ كتاب التوحيد شروح فتح المجيد، هذا أفضل شرح له، سهل ومختصر، وإذا أردت الزيادة تيسير العزيز الحميد الذي فتح المجيد مختصر منه، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. نعم. وش الباقي؟ يقول: وكذلك شرح كتب الواسطية والعقيدة الطحاوية. شروحات العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز، هو شرح ابن العز بن أبي العز، هو شرح موثوق ومفيد جدا وعلى منهج السلف، هذا شرح الطحاوية. شرح الواسطية، الواسطية هي نفسها واضحة، هي واضحة في نفسها، لكن عليها شروح عصرية جديدة مفيدة، شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ ابن رشيد، شروح مفيدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا الجليل، أنا أحتاج في هذه الأوقات إلى الصرف على نفسي أو طلب العلم، فكيف أوفق بين ذلك؟ كما ذكرنا سالفا، اجعل لطلب العلم وقت من وقتك، واجعل لطلب الرزق وقتا آخر، ولا تعارض بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، من سؤال الأخوات: جزاكم الله شيخنا الفاضل على ما بينتموه لنا في أن العقيدة هي أساس الدين وأساس العبادة وواجبنا بالدعوة إليه، فما واجبنا الآن نحو الدعوات التي تدعو إلى الانحراف في الاعتقاد أو في أبواب العمل؟ نعم، هذه قاوموها بالبيان للناس، ما بالتصارع مع أهلها، لكن بالبيان للناس إن الطريق الصحيح هكذا، وإن الذي عليه هذه الأمة سلفا وخلفا هو هذا المنهج السليم، بينوا للناس هذا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما رأيكم لطالب العلم أن يقرأ في كتاب الإبانة وكتاب الشريعة للأجري؟ هذا طيب، كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري الذي تراجع فيه عن مذهب الكلابية، أبي الحسن الأشعري تراجع عن مذهب وصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، صرح بهذا في كتبه. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا السائل يقول: أنا فضيلة الشيخ أقوم بتدريس كتب التوحيد ولكني ما زلت في بداية الطلب. نعم. يقول: أنا أقوم بتدريس كتب التوحيد والعقيدة ولكني ما زلت مبتدئا في طلب العلم. لا، لا تدرس إلى أن تتمكن من العلم، أما ما دمت في بداية الطلب فلا تدرس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك ظاهرة بدأت فيما يتعلق بالإرجاء، فما هو نصيحتكم؟ إيش؟ هناك ظاهرة ظهرت في المجتمع تدعو إلى الإرجاء. ردوا عليها. الإرجاء مذهب باطل، وهم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، ولا يعتبرون أن العمل من الإيمان. نعم. هذه إحدى السائلات تقول: كيف نعلم أطفالنا العقيدة في البيت، وما هي الكتب التي نستطيع أن نعلمهم إياها؟ ما هو بنتم اللي تعلمون أولادكم، خلوهم يروحون للمدارس يتعلمون على المدرسين وعلى الكتب المقررة. أنتم عليكم تلاحظونهم عن الكسل وعن ترك الدراسة، وعن هذا اللي عليكم، أما تدريسهم فهو للمدرسين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا في بلد يكثر فيه الشرك والحلف بغير الله، فإذا نصحتهم نفروا مني، فكيف أقوم بالدعوة إلى الله بين هؤلاء الذين لا يعرفون هذه العقيدة الصحيحة؟ أدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما في هذه الآية الكريمة درجات، يعني الله ذكر درجات في هذه الآية. نعم. تدرج معهم شيء فشيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قراءة كتب السحر والشعوذة؟ نسأل الله العافية، لا تقرأ فيها ولا تقربها. نعم. لأن ضلال وكفر وشر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الانتساب إلى السلف، لأن هناك من يقول بأن هذا الانتساب لا يصح لأن فيه تزكية، كالقول بأني أنا رجل سلفي؟ أما في القرآن: وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، تقول هذه تزكية؟ لا، أن تقول أنا من المسلمين، أنا واحد من المسلمين، أنا واحد من أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نريد من معالي الشيخ أن يشرح لنا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في عصر كثر فيه الاختلاف وظهرت فيه الفتن. نعم. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله، وهو القرآن أو الرسول أو الإسلام، كله يشمل، حبل الله يشمل ثلاثة المعاني. اعتصموا يعني تمسكوا بحبل الله جميعا، اجتمعوا على ذلك ولا تفرقوا. نهى الله عن التفرق وأمر بالاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: هل الرد على أهل الكلام والمتكلمين والفلاسفة في عصرنا الحاضر يعتبر من مضيعة الوقت؟ بيان للحق، ولكن ما يرد إلا إنسان عنده أهلية، عنده معرفة وبصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يشرح كتب السلف في العقيدة والمنهج، لكن من خلال شرح يأتي به من نفسه دون الرجوع إلى كتب العلماء؟ لا، ما يشرح من نفسه، يراجع الشروح المفيدة ويشرح على ضوئها، يستفيد منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات؟ واضح، الله يرفع بهذا العلم أقواما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فمن عمل به
ودعا إليه واستقام عليه رفعه الله، ومن ضيعه ضيعه الله ووضعه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول القائل أن الديانات المختلفة كلها ديانات سماوية؟ هذا كذب. الديانات السماوية ما نزل من عند الله عز وجل، وديانات اليهودية والنصرانية والإسلام الله نسخ الديانات السابقة، نسخ اليهودية ونسخ النصرانية بالإسلام، فلا دين إلا دين الإسلام. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه دين إلا دين الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى بدأ الاختلاف في مسائل العقيدة؟ هل كانت في عصر الصحابة أم حدثت بعد عصور الصحابة؟ ما حصل اختلاف ولله الحمد في أمور العقيدة عند أهل الحق وأهل العلم، ما حصل اختلاف. الاختلاف عند الناس الذين من غير أهل المذاهب الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يقول: نحن الآن في عصر الفتن، وينبغي على الإنسان أن يعتزل الناس حتى لا يقع في هذه الفتن. الاعتزال والخلطة فيها تفصيل. يقول أهل العلم: الذي عنده علم وينفع الناس ويذكر وينصح يخالط الناس ولا يعتزل، الذي ما عنده استطاعة هذا يعتزل ليسلم هو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الذي ينبغي على الإنسان المسلم عند اختلاف الفتوى بين العلماء؟ يقول: ما الذي ينبغي على المسلم عند اختلاف العلماء؟ يأخذ بما يقوم عليه الدليل، يشوف الفتوى التي عليها الدليل ويأخذ بها، وإن كان ما يعرف يسأل أهل العلم عن هذه الفتوى هل هي صحيحة أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول القائل جمعة مباركة ويرسلها في رسائل الجوال؟ ما ورد هذا، ولا تتبعون الجوالات ولا المواقع، اتركوها، هذه يدس فيها دس كثير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الدليل على وجوب السمع والطاعة حتى في المنشط والمكره والأثرة؟ سبحان الله، ما قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا في بلد ليس فيه علماء يهتمون بالعقيدة، وبعض علمائهم قد يكون عنده انحراف في أبواب الاعتقاد، فهل يجوز لي؟ يقول: يكون عنده انحراف في أبواب الاعتقاد، فهل يجوز لي أن أخذ في طلب العلم عنده في اللغة العربية؟ يا أخي اذهب إلى البلاد التي فيها علماء على الحق ومستقيمون، واترك الذين عندهم خلط وعندهم شبهات. الحمد لله متيسرة الآن الأسفار ومتيسرة وسائل النقل والبلدان متقاربة، اذهب إلى البلاد التي تجد فيها من أهل العلم من يفيدك ويبين لك. نعم. أحسن من الهجرة في طلب العلم. الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خلك من هذا الصنف الذين يذهبون ويتعلمون الخير ويرجعون ينشرونه في بلادهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا إمام لمسجد، فهل علي في صلاة العصر أن أقرأ عليهم من كتاب التوحيد يومياً أو من أصول الثلاثة؟ كتاب التوحيد يبي شرح، تبي تقرأ وتشرح طيب، هو الأصول الثلاثة تبي شرح، لكن اقرأ عليهم في كتب الوعظ والتذكير مثل رياض الصالحين، مثل الترغيب والترهيب للمنذري، اقرأ عليهم أحاديث الترغيب والترهيب والموعظة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الخوارج والمعتزلة والرافضة من الفرق الإسلامية كما يقوله بعض المعاصرين؟ الله أعلم. من الفرق الإسلامية اللي يوافق أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. نسمع في بعض طلبة العلم أن أكثر علماء الأمة هم من الأشاعرة والماتريدية، فهل هذا الكلام صحيح؟ عنده إحصائية للعلماء، وأن أكثرهم أشاعرة، أو هو كذاب؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجلوس والاستماع إلى علماء أهل البدع من المتصوفة وغيرهم؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. عندك علماء ما عندهم تصوف ولا عندهم انحراف تذهب إليهم، نعم، ولو في غير بلدك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي كتب الدرر السنية، وهل يصح لطالب العلم أن يقرأ فيها؟ يقرأ فيها إذا كان متمكناً من العلم يستفيد منها، نجوبة أهل العلم. أما إذا كان مبتدئاً فإنه يقرأ المختصرات المفيدة السهلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ولدي سؤال مهم، وهو أنه من يقول من الدعاة أن كتب العقيدة وكتب التوحيد تفرق الناس، ما رأيكم في مثل هذه المقولة؟ هذا كلام باطل. كتب العقيدة الصحيحة تجمع الناس ولا تفرق الناس. اللي يفرق الناس كتب الضلال، كتب الانحراف، هي اللي تفرق الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح تقديم العقل على النقل، وأنه لا تعارض بين العقل والنقل في النظر الصحيح؟ كلام واضح. العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فلا بد إما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح. هذه قاعدة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الدعوة إلى الله توقيفية أو اجتهادية؟ كيف؟ يقول: هل الدعوة إلى الله توقيفية أو أنها اجتهادية؟ الدعوة إلى الله لا بد أن تكون عن علم وبصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. إن كان عندك علم تدعو إلى الله، إن كان ما عندك علم لا تدعو، لأنك ما تدري. قد تدعو إلى ضلال وأنت ما تدري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يستفيد طالب العلم من الكتب الشروح المشروحة للعلماء المعاصرين، أم يكتفي بكتب السلف؟ كلهن يستفيد منهن جميع، يستفيد منهن جميع، الكتب القديمة والكتب الحديثة التي لا تخالف الكتب القديمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كتب العقيدة كتبت في عصر يختلف عن هذا العصر، ونحن نحتاج. لا أبد، العقيدة صالحة لكل زمان ومكان، ما هي عصر دون عصر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما موقف المسلم من الفتن، وأنا بالذات من بلد تكثر فيه في هذا الأوقات الفتن العظيمة التي كثرت بسبب الاختلاف؟ اجتنب الفتن، ما فيك الله منها، ابتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أن أهاجر من بلدي إلى بلد ليقيم؟ يقول: ما حكم أبعد عنها. يقول: ما حكم
هجرتي من بلدي إلى بلد آخر لطلب الرزق وليست من البلاد الإسلامية. هذه ما هي الهجرة، هذه ما هي الهجرة بالدين، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة فرارا بالدين. أما الذهاب لطلب الرزق هذا من السعي في الأرض لطلب الرزق وليس هو من الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة من يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أركان الإسلام؟ نعم، عده بعض العلماء من أركان الإسلام، عده بعض العلماء من أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل أعيش في بلاد الغرب ومع ذلك لا أستطيع أن أظهر بعض الشعائر الدينية. أنا أعيش في بلاد الغرب ولكني لا أستطيع أن أظهر بعض الشعائر الدينية أمام الناس، فأصلي لوحدي في البيت. يا أخي هاجر من هذا البلد إلى بلد آخر، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هاجر منه إلى بلد تتمكن فيه من إظهار دينك ومن العمل بالإسلام ومن نعم أرض الله واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الدعوة إلى الله عز وجل وأنا في بداية طلب العلم؟ لا، أصبر أصبر لما يصير عندك علم، بداية طلب العلم ما يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى ظهرت فرقة الخوارج؟ متى ظهرت فرقة الخوارج؟ ظهرت في عصر الصحابة، ظهرت فرقتهم في عصر الصحابة، خرجوا على عثمان وخرجوا على علي بن أبي طالب، قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من يقول بتقديم العقل على النقل هل هو من المعتزلة؟ المعتزلة فيهم علماء ما يقولون الكلام هذا، هذا كلام جاهل ما هو عالم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بالدليل؟ توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة التي لا يقدر عليها إلا الله. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم كالدعاء والصلاة والصيام وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب علم وأخرج إلى بعض القرى لتعليم الناس، فأقوم بخطبة الجمعة من خلال كتاب الأصول الثلاثة لأبينه للناس، فما رأيكم في ذلك؟ والله ما أدري، أنت تعرف ولا ما تعرف؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل وسائل الدعوة إلى الله عز وجل تعتبر اجتهادية أم أنها توقيفية؟ أفتونا مأجورين. وسائل الدعوة ما هي بتوقيفية، وسائل الدعوة حسب الإمكان، فالإذاعة من وسائل الدعوة والمذياع من وسائل الدعوة، الميكروفون هذا من وسائل الدعوة، ما هي بتوقيفية، إنما منهج الدعوة. افرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة، وسائل الدعوة ما هي بتوقيفية، استعمل كل وسيلة تتمكن فيها من الدعوة إلى الله ونشر العلم، أما منهج الدعوة فهو توقيفي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من لم تبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل، هل يقال أنهم من أهل الفترة، وما حكمهم في الدنيا؟ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب علم ولكنني أحياناً أقصر في حفظ المتون. ولكن يعني تكملة، ولكن بلاغ الدعوة الآن ما بقي في الأرض مكان إلا وبلغته الدعوة بواسطة وسائل الإعلام والإذاعات،
إلا المجاهل التي لا يصل إليها صوت ولا يصل إليها شيء، هذا الظاهر أنه قليل نعم، لكن الكثير وصلت إليها الدعوة من خلال الإذاعات. طيب الأذان، أذان الحرم وين يصل الآن؟ صلاة الحرم وين تصل الآن؟ بلغت يعني نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب علم مبتدئ، ولكنني أحياناً أتكاسل عن الصلوات فأكتفي بترك طلب العلم لأنني مقصر في أداء الصلوات. لا تقصر بهن جميع، حافظ على الصلاة وطلب العلم، الحمد لله واستعين بالله نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ نعم، هذا فيه فضل العلم، وأن العلم يورث خشية الله، أن العلم يورث خشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيه شرف العلم وشرف العلماء نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال: هم الظالمون، وفي الآخر قال: هم الفاسقون، وما الفرق بين ذلك؟ درجات، فرق أنه درجات، الحكم بغير ما أنزل الله درجات، منه ما هو كفر، ومنه ما هو فسق، ومنه ما هو ظلم نعم، يختلف نعم. أحسن الله إليكم. نستمع للأذان ثم نكمل إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى الأسئلة، وقبل الانتقال إليها ننبه الإخوة الحضور والمشاركين معنا في هذا اللقاء المبارك أنه بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى سيكون هو مسك الختام، وهو في لقاء مع معالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل مدير جامعة الإمام وعضو هيئة كبار العلماء، في موضوع هو بعنوان: الفتن حقيقتها وسبل الوقاية منها من خلال الكتاب والسنة. نكمل الآن الأسئلة المتعلقة، وأيضا نبه الإخوة أنه سيكون هناك السحوبات المتعلقة للإخوة الحضور، سيوزع عليهم الكتب من خلال أخذ بعض الأسماء، وكذلك بقية الأسئلة لهذه المحاضرة والمحاضرة التي تليها ستكون عن محاضرة الشيخ، والمحاضرة الثانية ستطرح الأسئلة ويكون الإجابة عليها من خلال الإخوة الحضور، ثم تسلم الجوائز من خلال اللجنة التنظيمية. أعود إلى أسئلة الإخوة الحضور المشاركين معنا في هذه اللقاءات. هذا السائل معالي الشيخ يقول: ما معنى قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن الشافعية يقول: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذه السورة عظيمة، أن الله حكم بأن كل الإنسان أياً كان، ملكاً أو صعلوكاً أو غنياً أو فقيراً أو عالماً أو جاهلاً، كلهم في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات. انتبهوا لها، أربع صفات: آمنوا، هذه واحدة، عملوا الصالحات، هذه الثانية، تواصوا بالحق، هذه الثالثة، تواصوا بالصبر، هذه الرابعة. فمن استجمع هذه الصفات الأربع فإنه ينجو من هذه الخسارة نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما أهمية كتاب الشرح السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ نعم، يقول: كتاب السنة للإمام أحمد، شرح، يقول شرح، شرح السنة، يقول ما في شرح السنة، يسمون التوحيد في الأول سنة، يسمون العقيدة السنة، فهم يذكرون فيه أبواب السنة، أبواب العقيدة، ويسمونها السنة. العقيدة تسمى سنة وتسمى عقيدة وتسمى توحيد، أسماء مختلفة نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن لطالب العلم أن يستفيد بقراءة الكتب المختلفة في العقيدة؟ لا يقرأ في الكتب المختلفة، يقرأ الكتب الصحيحة المفيدة التي ترسخ العقيدة عنده. أما الكتب المختلفة هذه تشوه ذاكرته
وتفرق معلوماته ولا يخرج بشيء. نعم، إن سلم ما يخرج بشيء، وقل أن يسلم، قد يقع في الضلال، يقع في مخالفات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب علم ومرت معي مسألة، صفة التردد هل هي ثابتة لله عز وجل؟ كيف؟ قل صفة التردد. وش التردد؟ يا أخي جيب الحديث كله وتعرف ما هو التردد. يكره الموت وأكره مساءته، هذا التردد، بيّنه الله سبحانه وتعالى. ما هو التردد يفعل أو ما يفعل، لا، يكره الموت، العبد يكره الموت، والله جل وعلا يكره مساءة العبد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في كتب الفتن والملاحم في أثناء طلبه للعلم، أم يكتفي بكتب أم يكتفي بأبواب العلم؟ يكتفي بالكتب المقررة يفهمها يدرسها، أو الكتب التي يختارها له العلماء الذين يدرس عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا إمام للمسجد، ولكن في هذه المسجد فيه قبر، وقد كان هذا القبر قبل بناء المسجد، فهل يصح لي أن أستمر في إمامته أم لا؟ لا، ولا تصح صلاته أيضا. المسجد اللي فيه قبر متصل للمسجد لا تصح الصلاة فيه، صلاتهم باطلة في مسجد فيه قبر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور والصلاة إليها. نعم. أحسن الله والنهي إليك. يقتضي الفساد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: أنا من بلد ليس فيه علماء، ولا أستطيع أن أطلب العلم إلا من خلال الإذاعة، فهل يصح أن أكتفي بذلك؟ لا، ليس هذا طلب علم، لكن تستفيد، هذا تستفيد منه توجه، وأما أن تعتبر طلب علم لا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: نحن جماعة ندعو إلى الله عز وجل، ولكل منا طريقته في الدعوة. يقول: نحن جماعة نقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكل منا طريقته في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم أننا نختلف في بعض المسائل، فهل أستمر مع هذه الجماعة في الدعوة إلى الله؟ لا بد أن تكون طريقتكم واحدة، هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تختلفوا في الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصلي على الميت صلاة الغائب من أقاربي بعد أن صلي عليه بمدة شهر؟ لا، لمدة شهر ما يصلى على الميت. قل صلاة الغائب. ولا صلاة الغائب، اللي صلوا عليه في بلده يكفون إن شاء الله، وأنت تدعو له وتتصدق عنه يصل إليه إن شاء الله. الصلاة تكفي صلاة المسلمين عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقرأ في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؟ هذا فيه النهي عن التشبه بأصحاب الجحيم، فإذا كنت عندك أهلية للاستفادة منه تقرأ فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا استفتاء يقول: أنا كنت ساكنا في مكان، يقول مستفتي، يقول: أنا كنت أصلي في مكان مدة شهر، ثم تبين لي أنني على خلاف القبلة. إن كان الانحراف عن القبلة كثير تعيد الصلاة، كانت القبلة إلى جنبك أو إلى ظهرك تعيد الصلاة، أما إذا كان الانحراف ما هو يعني انحراف عن القبلة، وإنما هو انحراف في جهة القبلة، فلا بأس بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المدينة وقاس عليهم غيرهم. نعم.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل يصح أو يجوز لي أن أجلس مع أهل البدع لمناصحتهم والإنكار عليهم؟ إذا كان هذا يؤثر فيهم وأنت عندك أهلية علمية ويؤثر فيهم هذا، فاجلس إليهم وبين لهم البدع التي عندهم لعلهم يتركونها. أما إذا كانوا ما يقبلون منك أو أنت ما عندك أهلية فلا تقربهم، ابتعد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم الحلف بالنبي والأمانة؟ شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أو قال أشرك. نعم. أحسن الله إليكم، لكنه شرك أصغر، حلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة. نعم. يقول: ما حكم الحلف بصفة من صفات الله عز وجل؟